شكل أرخبيل سوق قطر اليمني ولا يزال أهمية جيوستراتيجية في الماضي والحاضر، ويعد الأرخبيل محل أطماع للقوى الدولية. ففي مطلع العام 2010 حاول قائد المنطقة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال ديفيد باتريسون عقد صفقة مع اليمن لاستئجار جزيرة سقطرة، حيث تهدف الاستراتيجية البحرية الأمريكية إلى تحييد القوة الروسية وإضعاف الوجود الصيني في المنطقة من خلال إنشاء قاعدة بحرية وجوية عسكرية في الجزيرة. فوفقاً لنظرية ألفريد ماهان الخبير الجيوستراتيجي في البحرية الأمريكية، فإن من يهيمن على السيادة البحرية في المحيط الهندي يكون لاعباً رئيسياً في شكل النظام العالمي. تؤكد دراسات أخرى أيضاً أن من يسيطر على أرخبيل سقطرة والمناطق البحرية المجاورة يمكنه أن يسيطر على بحر العربي وخليج عدن والمناطق الجنوبية للبحر الأحمر وشمال المحيط الهندي وجنوب شبه الجزيرة العربية وجنوب شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، كونها تعد مفتاحاً للبحار السبعة.